كيشكل خطوره كبيره هذاك البرنامج، يعني كتمنى من السلطات يديروا شي حل انه باش يحاول يقطع داك البرنامج. لا ما مشي داك الشيء عدل، كيبقى عدل ومدلولين. باش تختار داك باش دير مع ديت تلقات الكلبه، فهمتي؟ تلقات الكلبه باش تختار فيهم شي واحد، هذيك ما روزونا ما واش خايب معايا درت انه وليت انت مثلا دري كتشدك دري كتشارك بكل، يعني شفتو صراحه انا بالنسبه لي داك البرنامج كيشكل خطوره على المجتمع ديالنا، وبالنسبه لي انا كرايي الشخصي ديالي وغياثر على الجينيراسيون اللي طالعه دابا جديده، غياثر على واحد الاشكال كبير. يعني ملي غيشوف مثلا واحد الدري صغير غيشوف داك الفيديو انه غيش انسبيرا منه، يعني غيش انسبيرا من ديك الفيديو. يعني حنا كيفاش دابا المشكل هو اننا دابا داك الفيديو غيشكل خطوره كبيره، من ناحيتاش انه داك الفيديو من الناس غادي يبقاو غيتفرجوا ياك، تخيل معايا دري صغير الله جاي طالع ياك جاي طالع في هذاك، ملي غيشوفوا دري صغير كيتفرج داك الفيديو غيش انسبيرا من داكش، فهمتي؟ واش خايب معايا درت انه وليت انت مثلا دري كتشدك دري كتشارك بكل، يعني شنو المعنى ديالي؟ يعني ما بقاش عندك اهميه، يعني الراجل الشباب الشباب يعني ما بقاش عنده اهميه، ما بقاش عنده قيمه في المجتمع المغربي، فهمتي؟ يعني هادشي علاش قلت لك كيشكل خطوره كبيره هذاك البرنامج، يعني كنتمنى من السلطات يديروا شي حل انه باش يحاول يقطع هذاك البرنامج انه ما مزيانش وكيشكل خطوره على المجتمع كبيره بزاف. صراحه هذيك ما طريقه ما انا شخصيا ما عجبتنيش، علاش؟ حاش صراحه هذيك الطريقه يعني بحال استهزاء بالرجوله ديال المغرب. الراجل المغربي ما كيتقاش هكا، يعني الرجل المغربي عمرها كانت غتقاس بكلب، يعني الا تقاسيتي بكلب يعني حاشك انه الكلب، فهمت؟ ما كيتقاش بالمعنى ديال الانسان. تخيل معايا ان دري يجي يختارك انت بكلب، يعني ما عندها حتى شي قيمه، الرجوله المغربيه طاحت القيمه ديالها، وهذا الشيء الصراحه انا ما عجبنيش، كيضر في الخاطر بزاف. وخصوصا كنتفرج انا ووالدينا انه كنشوف والدينا انا كيفاش كيشوفوا حنا الحمد لله كنحمد الله على التربيه اللي ربانا ووالدينا وكيفاش تربينا، يعني ما يمكنش انا نسمح لبنت تجي تختارني انا بكل، يعني ما بقاش الرجوله طاحت بزاف. صراحه بالنسبه للباس غير محششم، لان الاسلام ديالنا ما كي والشريعه ديالنا ما كتنصش على داك اللباس، فهمت؟ نهائيا. يعني صراحه داك اللباس غير محششم، وكنتمنى ان تكون ان السلطات دير شي حل على داك اللباس. شوف داكشي ما 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 منوش داكشي هنايا، فهمتيني؟ وحاجه اخرى ان دوك الدراري كيتسموا بحال ماشي رجال، فهمتيني؟ هذاك ماشي رجله، وشي ما كانش شحال هادي يلاه ولا مع الدريات جداد ومع، فهمتيني؟ واش غنقولوا اللي فيهم راه لا ما مشي داكشي عدل، كيبقى عدل ومدلولين. كلب هو شي ما مسبردي لاصح ماشي راه عدي ليسنس لودي، واش غنقول لك اخويا؟ هي كتعزل فيهم بكلبه بعدا، هي كاع ما عزلاتهم كاع، هما رجال وما صح بحال ما هكذا. ها ماشي اللي من الدار، فهمتي؟ غير اخلاقي ما خصوش بعدا كيدوز في التلفازه مغربيه، حيت التلفازه المغربيه ما خصهاش تدوز في هذا الشيء، وبنادم خصو يترجل معانا شويه. واش غنقول لك اخويا؟ هادشي خص دخل فيه الشرطه والله يدير شي تاويل ديال الخير. شفتو ما اش غنقول لك خويا؟ داك الشيء ما بلان ما هو بالرجل. واش خير معايا واحد اللقطه فيه باش تختار ذاك باش دير مع ديت تلقات الكلبه، فهمتي؟ تلقات الكلبه باش تختار فيهم شي واحد، هذيك ما روزونا ما خويا، فهمتي؟ الكرامه داروا لها بحال هكا على رجليهم الرجول. لا حنا خص بنادم يشد شويه في الثقافه ديالو، حنا مغاربه فهمتي مسلمين، انت كتشوف بحال هادشي في دول اسلاميه راه صافي راه علامات السعاده صافي تقلبات الآية. لا ما نمشيش، لا لو خي عطيني واحد شناهو والله ما نمشي. لا ما الرجولة ما هيش ما والو، داك الشيء ديال بنادم اللي كيتانسبيرا من دول ماشي إسلامية ما هيش ما والو، داك الشيء ما خصوش يدخل المغرب، خاص بنادم يتانسبيرا من راسو يدير شي حاجة من الأفكار المغربية بالرجولة. ما بنادم ولا الدراري ولاو مديرين بحال الدريات، غادي واحد مصيفطر لهم كلب يختارهم. انا عجبني داك الدري الاخر بالرجل، واخا هو مشى انسبير من داك الشيء ما مشى عندهم، ولكن هاني ماشي مشكل، ما هيش ما والو، هي حشراتهم ديك العابيه تصيفط لهم كلب وما يختاروه، ترجلوا شويه وتانسبيراو من راسكم وكونوا رجال، حيت هادشي ما فعال ما والو. المغاربه ما كانوش بحال هكا شحال هذا، هادشي ديال الناس فهمتي ماشي مسلمين، خاصكم نتوما تانسبيراو من راسكم، عزوا بدينكم وفهمتي وكونوا رجال. باش انا ضد هذه الفكره هذه، علاش؟ لان ما يمكنش الدريه غتبان بحال هكا كل الناس كاملين كيشوفوها، بعدا هي اول حاجه في البيش ديالها امام قدام والدها كيفاش غتبان بهذاك الوجه؟
خارجه بحال هكاك من غير الا كان بالرضا ديالهم عاوتاني راه حاجه اخرى النوبه على والديها وسمحوا ليها هادشي اللي كاين. بالنسبه للرساله ديالي للشباب اللي باغيين يتبعوا هذا البرنامج، انسان اخويا قبل ما يشوف الماديات قبل ما يشوف المصلحه ديالو في جيبو يشوف اللقاء ديالو مع الله سبحانه وتعالى وكيفاش غيلقى الله سبحانه وتعالى معه. وحنا كامه محمد كمسلمين هذاك اللي لبس اخويا ما بيننا حنا وبينه الخير والاحسان. انسان كيغلط ماشي ما كيغلطش، كيدير اخطاء ديالو في الحياه، وانما بحال هادشي راه افساء الفاحشه فهمتي، كتولي داخل في افساء الفاحشه، الناس كامله كتشوفك وكتولي تشبهها ديوتي كتولي. واخا دابا شوف دابا الغرب غيجيو يستثمروا هنا في البلاد ديالك راه عندهم واحد الهدف، وهذاك الهدف هو راه غيخرجوا لك بنتك الطريق فهمتيني. واخا كاين المصالح كاين الفلوس كاين الماده ما غتبقاش البطاله، ولكن راه كاينه مشاكل اخرى فهمتيني. ولا انا ضد هذا الراي واستغفر الله. كاين الناس بزاف باغيين هذا الشيء هذا وسمحوا لنا الله يرحم الوالدين. واللبس راه الشيء اللي كاين هذا الوقت هذا هذاك اللبس العريان هو اللي كاين. والاسلام راه راكش الاسلام كلشي خارج. وبالنسبه ليا كاين شي واحد يبغي وكاين شي واحد ما يبغيوش، 50% تبغي 50% ما تبغيش، ولكن قول 90% غتبغي. 90% غتبغي. الراي ديالي هو الراي ديالو، كلشي غيبغي كيبان لي في المغرب شي 100% غيقدروا يكون كلشي يبغي. متفق على البرنامج انا يعني بعدا من ناحيتي انا متفق عليه انا. مكاينش مشكل مكاينش المشكل هذاك الشيء مزيان. بالنسبه للدريات خشارك من السفر ديالها احسن حاجه. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.